السلام عليكم. أول شيء غادي نبدا به هو أنني كنت وجه في الشوق الذي أنا خويت لقاء مبعد هذا الهواء. الحقيقة أنا أولا كنشوف أنه موضوع كبير، يعني كان يعني الحقيقة يتوجب حضور الرجل إلى جانب النساء، يعني الرجل داخل الحزب السياسي باش تو يقول الكلمة ديالو وشنو هي هاد الإخفاقات اللي كاينة داخل الأحزاب، لأن يعني سبق الجمعية الديمقراطية لصالح المغرب اللي قامت بواحد الوفاة فهاد المنوال كانت السيدة خديجة الرباح، يعني دارت ندوة تحت عنوان القوانين الانتخابية يتم أي تمثيلية للنساء. غير واحد النقطة اللي بغيت نشير ليها، النقطة الثانية وهو الملف المطلبي للنساء المغرب، يعني هاد النساء هادو اللي قاموا بهاد الندوة، هاد الملف المطلبي ظل يتأرجح على امتداد مساحة وجوده فوق النوائب الحكومة دون أدنى اعتبار لوجوده أو أدنى حركة في اتجاه تحرير للنقاش سواء مع الحركة النسائية رافعة في المطالب نفسها، يعني هذه الحكومة اللي دابا احنا كنعيشوا على الظلال ديالها، رغم ذلك ما فتحتش واحد الباب للنقاش مع هذه الجمعيات ديال النساء، ومع العلم بأن الكل يعرف بأن لولا النساء لما وصل الرجال إلى هذه المناصب اللي حسوا عليها سواء البرلمانيين ولا الناس في المستشارين، لأن المرأة دائما كانت جنب إلى جنب الرجل يعني في أشياء كثيرة. السؤال اللي عندي نطرح للأخت اللي كانت دخلت تدخل يعني في مداخلة ثانية، قالت بأنه لدينا دستور متقدم ولدينا بنية متأخرة. أنا هنا عندي واحد السؤال كنوجهه لك الأخت ديالي، السؤال شكون السبب ديال هذا التأخر هذا في هذه البنية؟ ألسنا نحن؟ أليس الأحزاب السياسية؟ حنا كنشوفوا بأن حتى النساء البرلمانيات عندنا دابا في البرلمان يعني ما كتدافعش على هذا المطلب ديال الجمعية الديمقراطية للنساء المغرب، يعني البرلمانيات داكشي اللي كيقول الحزب ديالها كيكون غير في الدوائر ديالها، يعني ما كتخرجش على واحد الحدود اللي راسها مالها الحزب ديالها، يعني إذا كان غادي يكون تغيير غادي يكون تغيير منكم نتوما. إذا كان يكون غادي يكون واحد كيما وضع السجن واحد. شكرا، شكرا، كنت شي مشكل.